كعادتنا دايما بنبدا معاكم اخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استعراض سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمؤشرات الاقتصاد المصري ومستجدات الاوضاع الاقتصاديه العالميه. ايضا شدد سيادته على مواصله بذل اقصى الجهد للحد من اثار الازمه على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخميه مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكليه وتعظيم دور القطاع الخاص. خلينا كمان يا جمانة نتكلم عن جوله يعني دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لان زي ما احنا عارفين امبارح الدكتور مصطفى مدبولي توجه الى الاردن في زياره رسميه يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، واللي هتعقد اجتماعاتها أو هتنعقد اجتماعاتها بالعاصمة الأردنية عمان. ويخلونا نعرف تفاصيل أكتر عما حدث بالأمس من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي واللي بتفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، وتم عرض الإجراءات الجادة اللي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. خلال الاجتماع شدد الرئيس على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من أثار الأزمة على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من أجل القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين. امبارح ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين، وكان الرئيس وملك البحرين أكدا قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية اللي بترتكز على دعائم الأخوة والثقة والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مطار القاهرة الدولي متوجهاً للأردن في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اللي هتعقد اجتماعاتها بالعاصمة الأردنية عمان. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على انتظام دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن برئاسة رئيسي الوزراء كآلية فاعلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم بفضل 9 سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات. التقرير كشف عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، وذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022 إن القناة بتعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم، وبتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط. امبارح أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدار جديد من موقعه الإلكتروني ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية وبصورة أكثر تفاعلاً مع رغبات المستخدمين، وده باللغتين العربية والإنجليزية. خلونا نروح لجولة المحافظات، لأن زي ما احنا عارفين دايما بتحصل أخبار كتير قوي في محافظات الجمهورية المختلفة، ونبدأ من محافظة قنا اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة ضمن حياة كريمة. وفي محافظة الإسكندرية تم افتتاح مركزين للتخاطب وتعديل السلوك مجانا لذوي الهمم. يمكن كل يوم بنشوف يعني جهود بتبذل من مبادرة حياة كريمة لتوفير فعلا حياة كريمة ويعني مستوى من الرفاهية لأهلنا في الريف المصري. طبعا خلينا نروح بقى من إسكندرية كمان لدمياط، وتم إطلاق مهرجان الدراجات البخارية لتنشيط السياحة براس البر. أما في البحيرة فتم تنظيم سلسلة ندوات
اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القرى، وده ضمن سلسلة افتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية اللي بيجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية افتتحت مديرية الشباب والرياضة أحدث مركزين للتخاطب على مستوى المحافظات، واللي تم تجهيزهم ضمن برنامج جسور الأمل بمراكز شباب الحرمين والشهيد المسيري. المركزين بيقدموا جلسات تخاطب وتكامل حسي وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة لبرامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم، بالإضافة لجلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والتأخر اللغوي وتنمية المهارات والتعديل السلوكي. في دمياط استقبلت المحافظة فعاليات مهرجان الدراجات البخارية لهواة قيادة الهارلي، وده ضمن برنامج المحافظة لتنشيط السياحة داخل مدينة رأس البر. وشاركت محافظات السويس والإسكندرية والقاهرة ضمن الوفود المشاركة بالمهرجان، إضافة لعدد من الوافدين من خارج مصر. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن بدء توزيع المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة كارت ميزة، وده بداية من اليوم الاثنين وحتى الحد الموافق 13 أغسطس الجاري، ويبدأ تسليم البطاقات اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 6 مساءً. في الشرقية أكدت المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة صوتك مسموع اللي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وتعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع 1998 شكوى واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى وقنوات تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، وتم الاستجابة ل 1921 شكوى بنسبة 96%. في البحيرة انطلقت فعاليات ندوات اختار كليتك 2 بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، واللي هتستمر على مدار 3 أيام حتى 8 أغسطس بمجمع دمنهور الثقافي. بتستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة لتوعية وتثقيف الطلاب بالمعايير الأساسية اللي بيتوقف عليها اختيار الطلاب لكليتهم. في شمال سيناء أعلنت المحافظة إن مشروع تطوير وتنمية مدينة العريش بيشمل 3 مراحل، انتهى العمل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بينما قربت المرحلة الثانية على الانتهاء لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة واللي هيتغير معاها شكل مدينة العريش وتصبح في مصاف عواصم المحافظات من حيث الحداثة والتطوير.